ست الغايب حجته معاك. هو جاي للصرف بره على جيب وانا بقالي 3 ساعات فعلا مستنياه. قلت لك يا ست عنات الولد ده لعب ما ينفعكيش. بحب رجلك ايه؟ رحيبي احب الجمال المعفن. ايه ده؟ بصي بقى يا بت، ما دام اتفقنا يديني يديني واحد يا عنات. انت مين ساكن فين؟ كرموز يا قلبي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ساكن في كرموز يا بت؟ برضه قشطه. نمره كام كرموز؟ 24 كرموز. خرابه يا جدعان، انا ساكن 24 دي فرجه. الدور الكام بقى؟ الدور الخامس. الخامس؟ ده في الخامس. يمين بقى ولا شمال؟ وشك على طول. لا يا وليه قال لي بالوش على طول. لا اسمي يا ابني، انت كل يوم تيجي تسكر انت وامك وتعملوا الفيلم ده. عادي يلا بره بقى يا عم برمرم. عامل ايه؟ ايه ده جت امتى دي؟ لسه راميها الونش حالا. طب هات لي بالنور هنا. انزل بسبرتو. ها عامل ايه يا نونو؟ بحبك يا شادي، بموت فيك. نفسي مره واحده بس تقولي كلمه حلوه. بحبك بس كده. كفايه عليك. ليه بس يا شادي؟ ايه يا جدعان، احنا لسه ما سكرناش. انتوا شايفين اللي انا شايفه؟ يا نهار اسود، شايف البنت اللي زي القمر اللي داخله بعلبه صلصه معفنه دي؟ الله الله الله، ايه التوزيع الغلط دي؟ حاجه يعني بقى ده يقع في دي وانا اقع في الزريبه دي؟ ارزاق البنت دي اول مره تيجي، ايه حكايتها يعني؟ دي متربيه وبنت ناس متعلمه شكلها باين. مش بس الكل والمخدرات هرش الدماغ. عزمنا على حاجه ده. بس ما تبصش هنا، خليك هنا خليك هنا. مساء الخير. مساء النور. احب اوجه لك رساله باسم شباب مصر. اتفضل. المنظر ده يحرق الدم لاي شاب عشان تبقى عارف. منظر ايه؟ منظر ايه؟ الصرصار اللي انت داخله لنا بيه ده. صرصار ايه يعني؟ شباب مصر كلهم فرامهم قطر، وده اللي نيجي قدامك على انت هبله؟ انت قابلتيه في السجن ولا ايه؟ جدعوه ما تشهلي. ايه ده ايه ده؟ اسمه جعفر. ايه ده ايه ده؟ لو سمحت لو سمحت. نعم. ممنوع الرقص مع الحيوانات هنا، يلا بره. فين الحيوانات دول؟ الناموسه اللي انت داخله بيها دي مالكش دعوه بينا. يلا هات بره. يلا انت هتتطوب. يلا يا نهار اسود، حرام عليك، انت عملت فيه ايه؟ والله ما كلمته تلاقي حد رش بيرسول. يلا خديه. انت فين يا عجل؟ انا ايه ده؟ ده مسك الزباله. يلا خد طوال يا ياض بره الله تعالى. ايه ده؟ ايه يا بنتي؟ انا سامع ان انت بنت ناس. ازاي تقع الواقعة السودة دي؟ اعمل ايه؟ ما انا بدور على فارس احلامي. وما لقيتيش الا ده؟ ما انا مش لاقيه. مش لاقيه؟ انت دورتي في صحراء ولا ايه؟ لا مش لاقيه. مش لاقيه ايه؟ طب ايه؟ ايه؟ يجيك قهوة. ايه؟ ايه؟ ايه يا بت؟ فارس فين؟ فين ايه؟ انت قاعدة على البحر اهو قدامك. انت جعفر عم الخمارة دي؟ لا بس انت فيك عيب. يا صلاة النبي، انا اللي فيه عيب والمسمار اللي دخلت بيه ده قمر؟ انت المخدرات لحست مخك. انت مش فاهم. ايه؟ انا كان نفسي فارس احلامي يبقى طويل. نهار اسود على السيرة الزفت. ايه حركتك؟ ما حركتيني ليه؟ اتحرقوا القصيرين. انا مال انت مالك؟ تعال تعال انا فاهمك بس عشان انت لسه صغنن. انا اتفضل يا حبيبتي اتفضل. بص يا ماما، صدقيني الايام اثبتت ان الزوج القصير افيد بكتير من الطويل. اسمعي الكلام. ازاي بقى؟ جربي لو جوزت واحد طويل، لو مشي في البيت هيكسر لك النجف وهيبهدل الدنيا. قلق القصير نسمه كتكوت عايش معاك. كتكوت ايه وانا عايش مع كتكوت ليه؟ والله ريحه خفيف. اسمعي الكلام. وبعدين الزوج القصير مش مكلف خالص. ازاي؟ بنطلونه قد كده، قميصه قد كده، ب4 جنيه تروقيه في العيد. اسمعي الكلام. لا اسمعي الكلام وجربي. لا. وبعدين الزوج القصير بيقلل نسبة الكوليسترول في الدم. انت هتفتي في الطب. جربي وانزلي بجوزك القصير وسط البلد، تركني في أي حتة. ايه ده؟ جربي. طب انت هتعملي ايه؟ هعمل لك ايه؟ انت بس قشري، قولي نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ ردي قولي يا ضحكة عقد اللولي. نفسك في ايه؟ ردي قولي يا ضحكة عقد اللولي. هاتوا العصاية عشان هرقص وتعالي على رأسي وميلي. هاتوا العصاية عشان هرقص وتعالي على رأسي وميلي.
الارض في ايدي عايز القمر اسهل حاجه عايز النجوم برضو في ايدي مش عايزه دول ولا محتاجه غير قلبي فيه حب حقيقي مش عايزه دول ولا محتاجه امال جايه ليه غير قلبي فيه حب حقيقي قلبي ورقص جوه ضلوعي رمشي وتعب من تسبيلي هاتوا المطاوع عشان هرقص وتعالي على رأسي وميلي ميلي 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 يا حمو يا ولي يا بير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نجنا من العفاريت وست العفاريت أشتات شلوت أشتات شلوت ونبي يا رب ونبي يا رب بلاش العفاريت اللي في كي جواني دي ايوه عيال صغيره كده بيعملوا حاجات مش مظبوطه او لا عليا نعمه انا عبيط في حاجه اسمها عفريت في كي جواني طب الواحد يطلع عفريت في ثانوي عفريت في اعدادي لكن في كي جواني وده نصرفه ازاي ده ايوه ايوه ماما زمانها جاية بابا تتتتح بابا أبح واللي معاه خاطبته يتنيل على خيبته بابا تتتتح بابا أبح يا أخي اتنيل أنت على طولك وهي أفتح في إيه يا باشا؟ إيه ولا أنت بتعمله ده؟ ببخر يا باشا في واحد بيبخر كده؟ في كده؟ عشان يمشي بس تعالى هنا نعم يا باشا الراجل اسمه بقسومات اللي جايبينه ده يصرف العفريت ماله يا باشا متمكن من نفسه ولا جاي راخر ياخد قرشين ويمشي يا باشا هو اساسا اختصاصه عفريت ثم العفريت بتاعك ده في كي جوان يعني يصرفوا لك في حصه بس انت صنع النبي صنع النبي اعوذ بالله اشتهت شلوت اشتهت شلوت اللهم ابعد عنا العفريت لا 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 ايه الدخان اللي مال القصر ده يا فتحي فيه ايه لا مش دخان يا استهان امال ده ايه ده بخور والبخور بمناسبه ايه لازم ريحه القصر تبقى حلوه عشان لما يجي الاستاذ بقسومات اللي بيصرف العفاريت الاستاذ ايه بقسومات في حاجه اسمها بقسومات اه والله وبقسومات ده يجي ساده ولا بسن لا هيجي ماشي ولا على صاد يا ريت نحترم بعض شويه بقى ليه لان انا اللي بتاع لي العفريت وانا اللي بعت اجيب بقسومات منين من الفرن ايه اللي في الادب دي ليه انتوا مش عايزين تصدقوا ان انا بتاع لي عفريت عيل عن 3 سنين في كي جي 1 يعني مدارس لغات يا وكيل وانا اللي صرفت عليه هو نازل متعلم انا مالي اي مداد مداد و
وصل 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 وصل. مين اللي وصل؟ صاحب الطلعة البهية والخطوة اللي هي حلال الوعد الأبية، الأستاذ بوصمات ابن الست نجية. خليه يدخل يا ابني الغبية. خلي الأستاذ بوصمات يتفضل يا ابني قبل وشه ما يتحرق. بس بقى انا بخاف من الحاجات دي قوي. وتخافي من ايه؟ ده بقصومات، اذا ما صرفش العفريت هناكله. انا رايك والله. اتفضل يا استاذ بقصومات. مين ده؟ ايه ده؟ انت جايب لنا علي بابا يا ابني؟ فيه ايه؟ ده مش بقصومات، ده كايزر. بس بقى احترم نفسك، الراجل ضيف عندنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه ده؟ مالك؟ ده هو يخرب هو بيت الشهره، يخرب بيتها. اصل انا بدي محاضرات في التلفزيون عن الجن والعفاريت. فاكيد اتفرج. ايوه انا كمان شفتك. فين؟ في قناه الاطفال. سيب في القطع. ايوه كنت بتكلم على العفاريت الصغننه. حضرتك اللي بتعمل برنامج زيزو النتن؟ ايوه حبيبي. تشوف زيزو النتن؟ شوف زيزو النتن. ايوه اخويا زيزو، انا النتن. ده فرحان. بس يا ست مالك؟ انتوا عندكم في البيت ده عفريت؟ يعني جايبينك تنصور جنبك في ايه؟ تنصور؟ بقول لك عندكم في البيت عفريت. انا خايف. والنعم خد يا راجل. انت لما انت خايف جاي انا خايف عليكم. بقى له قد ايه في البيت؟ بقى له فتره. مين شاف؟ انا شفته. مين سمعه؟ انا سمعته. قال لك ايه؟ بسني. بسني؟ ده عفريت عنده نظر على فكره. وانا ما بسنيش. عفريت عنده عزه نفسه وكرامه. انت جاي مع مين؟ اديك في وشك. ابعدي. بسم الله. مين الكبير هنا؟ ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم الاخ؟ الوكيل يا سيدي. توكيل؟ ايه الاسم السخيف ده؟ لا الوكيل. ليه باباك سماك توكيل؟ شغال في الشهر العقاري بابا؟ إيه ليه كده؟ اختك اسمها كونتراتو؟ يا عيني. انتوا من عيلة دفتر بتاع الدمنهور. عمك كراسة كان صاحبي. ايه يا راجل انت؟ ما شاء الله عليك. وانت ابوك كان شغال في فرن عشان يسميك بقصومات؟ وماله بقصومات؟ البقصومات طويل وانت بتفور معفن. اختك اسمها قرص، ابوك اسمه الحاج فينو. كده ايه اللي بتعمله ده؟ انا هرد لك الاهانه بعد ما اقوم بواجبي. بسم الله. بسم الله يا حاج توكيل. ايوه. العفريت اللي عندك نوع من الجد. اجيب لك ميه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. اتفضلوا يا رجاله. اتفضلوا. رجاله مين يا عم؟ ضيوفك. انت هتعمل فيها جوز اختي؟ اقف لنا بقى. ايوه شرفتنا يا سيدي. عارف مين في بيتك يا راجل؟ مين؟ واو. مين؟ واو. يا واو مش فاكرني. انا بتاع الرحله اللي اتلغت. واو ترميزه اللي على الخرم مديحه معاه. واو واو. ولا لا دي واو الجماعه غير الواو بتاعتكم. ايه يا طه يا زه؟ مين؟ يا طه يا زه. ايه طه زه دي؟ تصدي فيكم ولا فاهم حاجه. ده يظهر الكلام بجد؟ انت هتصدقي الاستاذ صوابع زينب اللي جايبينه ده ولا ايه؟ سيبوني عليه وانا هلاعبه. ازيك يا استاذ بقصومات؟ اهلا يا ست. ازاي حضرتك؟ الله يخليك. تحب تشرب حاجه ولا اجيب لك كوبايه شاي بلبن اسقيك فيها؟ حتى انت انفدي بجلدك لقلبك ماسوره وانت واقفه. جرى يا سمكري؟ جاي لاديك بخدك. بسم الله. استاذ قرقيش الواد ده متخلف. عايزك. انا بحس بيهم. عايزك. هو بيلعب في الضيوف كده على طول يا حاج. ايوه بس مش مؤذي. انا مالي ده هيفرهدني. طب الراحه. استني يا عيني. ده مرض نفسي جديد من النوع اللزاق يا حاج. معروف اسمه في امريكا سوليتيب. بيتعالج ما تخافش. بيسموه في اليابان اوهو قد كده. ده بقى النوع المصري الامير اللي ما بيطلعش ده. خلاص ماشي. ايه طب بالراحه. تعبانه مره تعبانه والله مره تعبانه. طيب يا استاذ عايزك انا اعمل بيه ده مجنون. اعمل ايه؟ عايزك. خدمتك يا سيدي. عمر عايزك بس مش عارف فين. تعال ناخد شقه في الهرم. مش عارف فين. ايه ده عبيط ده ولا ايه؟ عايزك في موضوع. امرني. ايه انت بتكلم صرصار في الارض؟ ما تقف بقى.
عاوز ايه؟ عايز خدمتين قبل ما تصرف العفريت. اول خدمه اركب عربيه مرسيدس. عربيه ايه؟ مرسيدس. وعايز العفاريت تجيبها لك؟ يا ريت. العفاريت ما بتجيبش مرسيدس، مستحيل. طب بلاش. ايه؟ مرات الست وحشه قوي وعايزها حلوه. يا ريت يا استاذ. معاك صوره ليها؟ لحظه. هات. لحظه كتر خيرك. هات. اتفضل. اه. عايز المرسيدس لونها ايه يا حبيبي؟ العربيه تكلمني على العربيه عايزها ايه؟ طب بص هنا. لا 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 لا، تاخد الصوره دي وتروح لعمك غبور هيكتب لك تنازل عن المعرض. يلا يلا. تعبان تعبان، عالجوا عشان بيموتوا في الحوض. خلي بالك في الحوض النوع ده. اه ايوه. لا لا ايه احنا هنرقص ولا ايه؟ ايه ده؟ لا معلش، لا ممكن يتلبسوا وما فيه. بس يا اولاد بس. أيوه. بس تفضل يا حاج استمارات. إيه؟ مين استمارات؟ استمارات توكيل كله ورا حكومه كبيرك، امضى وبيرموك في درج ما تقرفناش. يا سلام، ما انت كبيرك كحكه وبيرموك في صاج. يا حاج. ايوه يا سيدي. بسم الله، هات لي حله ألمنيوم. حله يا مريم. حله ادي عيد. يلا السمع والطاعه. اتفضل الحله يا استاذ بقسماط. هات الغطا من ورا ظهرك. الله اكبر الله اكبر. تشعرفك ان الغطا ورا ظهرك. شفته وهو بيخبيه يا عم. اصحى اصحى. بسم الله. يلا يلا يا عم، انت الرعب اللي انت هتعمله لنا ده. انا لازم اعمل رعب، مش جاي اطلع عفريت ولا جاي اركب لكم الستاير. انا اهدى يا بابا اهدى. بسم الله. الحله دي ألمنيوم؟ اه ألمنيوم، وعندنا كمان ألمنيومين. يا راجل شوف عيلة ما بتخلفش تصدق بيه، خد ثوابه. والله اتصدقت بيه بيرجعوه تاني. عندهم حق. ايوه بسم الله. اه اه يا ساتر يا رب. اتفضلوا. يا اختي ايه ده؟ ايه ده؟ انت طالع لهم؟ استنى يا عاد. طالع لهم يعني؟ لا مش دلوقتي. عشان لو طالع اصل انا ليا فلوس فوق. ايوه بسم الله. يا اختي يا اختي ساتر يا رب. ايه ده؟ البيت ده مخروم من فوق؟ يا ساتر يا رب. انت بتعمل ايه؟ استنى يا عاد. ايوه ده حركه حلوه. ايوه عرفوا لي مين هو. ايوه اسمه ايه يا حاج؟ ايوه العفريت اللي عندك اسمه عفروت. الله ينور عليك. امشي بلاش غلاسه. ايه التلامه دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ رقبتي. ايوه اسمه امه ايه يا حاج؟ ايوه العفريت امه اسمها عفريت. الله ينور عليك. انت هتدخل عليا العربيه يا حضره الضابط؟ شوف الشحاتين دول. ايه ده؟ فين الضابط؟ الراجل ده وريحه الفل بتاعتك وحشه. فل؟ ايوه فل. ايه؟ ايوه ابوه يا حاج. ابوه اسمه امشي هتخش الحمام عليا يا ريت. انا ايوه ايوه بسم الله. اه انتوا هتدخلوا تلاتات تلاتات. الله انت مطلع العفاريت رحله في بيتنا ولا ايه؟ مش فاهم. استنى يا خالد. ايوه تلاتات تلاتات، وقوطه هو اللي هيتقدم. ايوه ايوه يا قوطه، شوف طلباته ايه. جاي من ايه؟ انت بتعصى اوامري يا قوطه؟ جري يا عم قوطه. انت هتعمل لنا فيها كاتشب. لا اوعى صلى على النبي. ده انا فعاصه. صلى على النبي ما تخافش. لا لا انا هحرقوه. لا انت بيتي مساحتي. ايه يا قوطة؟ يبدو ان انت نسيت، انا بقسومات يا قوطة. مفيش حته جبنه شيدر وحات ابوك الواحد على لحم بطنه من الصبح. شيدر ايه؟ استناني. ايوه بسم الله بسم الله. عددكم زاد المره دي. اتفضل. ايوه يا استاذ حمام. حياه النبي ما تحرمني. ولا هاسم خدني واطلع. ايوه حلوه قوي الحركه دي. شرفتونا. اتفضلوا. اتفضلوا فين؟ ايه 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 اتفضلوا دي؟ اتفضلوا هنا. احنا جايبينك تصرف مش تجيب يا استاذ. انا مش معقول هشرح للعبيط كمان. اسكت يا جماعه. هفهمك بعدين. ايوه بسم الله. ابعدوا بقى خلاص. بس ابعد يا خالد. ابعد يا ادل حاجه تجيب. بس بقى كل واحد اما نشوف هيعمل ايه. يلا ايه ده؟ يلا معاك. بس يا وليه بلاش تحكي في حضره الاسياد. ما تترعش لا تتلبس، خليك انت ثابت. يلا ايه ده؟ انت اللي جابك انت؟ ايه اللي جابك؟ مين ده؟ الواد صلصه. ايه هنطبخ فيه ايه؟ ايه اللي جابك؟ انا ما بشتغلش معاك، شغلك مش نظيف. يا عم انت بتحضر نقاش شغله مش نظيف، ارحمنا بقى. استنى يا خالد الموضوع هيقلب غم. انت ايه؟ ايه الجرأة دي؟ جرأة ايه؟ يا نهار اسود. انت باصص فين؟ احنا مش شايفين حاجة. هو هنا؟ انت بتحرجني قدام الزباين؟
يعني انا مش يعني ايه هسيب الشغلانه اديها لك يعني مش هتشتغل هو جنب البتاع دي استنى يا حاج ربنا يستر علينا جميعا ربنا ليه انا الكلمه دي يا نهار اسود انت راجل انت على سلاح ده رئيس عصابه ايه الراجل ده يلا تاخد مين ايه تعالى يا حاج ايوه خد الواد العبيط هربه العفاريت عايزه تاخده روح يا قاسم روح روح وانا هزورك خميس وجمعه روح اروح فين بيقول لك شغل مش نظيف ممكن ياخدوا خالد لا 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 ياخدوا خالد لا بقول انا مش عايزه يا راجل يا خالد لا عايز ايه ايه ده انا دمره اللي انت عملته لا استنى ايه اللي انت عملته العيال هتقتل بعض استنى ايه استنى انت تعالى ابعد عنه انا اذيك صدق بالله اموته وخساره انك تغ يلا انت يا راجل انت ايه انت جاي تصرف العفيت ولا هتصرفنا احنا تعالى ويكون في علمك لو عفرته ما انصرفش كل دقيقة هقتل واحد من اصحاب البيت ليه؟ قتل خاطف طيارة يا اخوي تعالى ايوه لا الدخلة دي مش علي انا بالادب احنا متشكرين يا سيدي احنا عاوزين العفريت شكرا كنت تقول من الاول ايوه ليكوا طلبات على الجزمة ده الحاج وصل امانة صاحب البيت وصل امانة؟ وصل امانة ايه؟ مش مشكلة يستعملوني غلط ايوه يا حاج الاسياد ليها طلبات حاضر هتجيبها؟ نجيبها ان شاء الله تعرف لو قلت هتجيبها وما جبتهاش؟ هيحصل ايه؟ هنشقلط كلنا ورا بعض وانت؟ انا اول شقلوطة فيكم من الاخر انا راجل صريح خلاص؟ ان شاء الله اموره يا سيادي اول طلب؟ حاضر عايزين 2 مغاربة بس يكونوا من اصل مغربي اتنين مغاربة مين هما؟ دول بيقولوا عبد القادر ياه باقي الحال ينفعوا دول؟ يا بابا تعال إيه؟ خلي بالك هما بيحبوا العبط ها؟ طب ما كويس انا عبيط ما انا عارفين بس هتتاخد من وسطينا مش هعرف اجيبك ها؟ لا هتشقلط لوحدك فوق لا خلي بالك ايوه هيجيبهم يا سيدي تاني طلب؟ حاضر عايزين 2 زيمبابويين مش عارف يقولها بس يكونوا من اصل زيمبابويين بيقولوا عبد المحسن ياه هم دول؟ لا ده شكله عايز يطلع خميس وجمعة سيبه يلا ربنا معاه ايوه حاضر عايزين 2 شيشان معسل تفاح ها؟ احنا عاوزين نشقلط ما تهزرش لازم تجيب الطلبات حاضر حاضر يا سيادي فعلا؟ وصلت؟ هي مين؟ جت؟ مين؟ مصر الطيران ولا ميدل ايست؟ مين ده؟ احنا فين؟ مين دي؟ حضرتك مستني المدام او حاجة؟ لا مش المدام، مدام في طوكيو بتعمل ايه في طوكيو؟ بتدرس حالتي جت ولا بتهزروا؟ رشوا البخور رشوا البخور؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألف حمد وألف شكر ليك يا رب ليه؟ أخيرا لقينا حد تبص له تحت أمور يا ستي ستك أمور يا حجة حجة ايه؟ فين ولا بلدي؟ هي بعتك الفرن يا راجل ده احنا هنجيب الطلبات انت شغال يا اخي احسن عايزين 2 مربى دلوقتي نجيب منين المربى؟ يعني احنا كنا جبنا المغاربة ولا الزيمبابويين هتجيب منين المربى؟ من عند عبد العاطي تعالى ايوه الناس وافقت بلاش رزاله بقى انا ليا طلب قبل ما عفرته ينصرف ابوه ينزل هنا يعتذر لاهل القريه قريه ايه احنا في الساحل الشمالي يا راجل هجيب لك ابوه يعتذر لك عايز ايه تاني حاج عفارت انت تعرفه منين عليه فلوس ليه هتشوفه اعمل لك ايه ايوه يا سيادي ايه لا يا سيدي انا اول مره اشتغل هنا في ايه خلاص مش مشكله اكشف عليه تكشف علينا على اساس ايه يعني ايه ده هكشف عليه ما يصحش ليه احنا معانا ستات يكشف علينا ازاي يعني ايه اللي يكشف علينا هو بيقول ستات انت بتتحمقي ليه انت مالك حضرتك تكشف عليه اماره ايه بس اوريك الاماره رجلك دي فيها كام صباع زي بقيه البشر 5 كفايه عليك 4 يلا رجلك دي كام صباع 2
اوعى تكون بتكذب. اتنين والتالت لسه بيقشر. تعالى رجلك دي كام صباع؟ انا عندي خوف. تعالي رجلك دي كام صباع؟ انا زواحف. اشمعنى دي يعني اللي عتقتها؟ هي كلها صباع، سيبوها في حالها. بسم الله ما شاء الله. ايوه ايوه يا سياده، خلصونا من غير ما يأذي حد. يحضر بعد اذن حضرتك. خليه يحضر يا بيه بعد اذن حضرتك. انا شايفك من ساعه ما جيت هنا وانت عمال تستضيف ناس، يعني يحضر يحضر، ما شفتكش بتصرف. انا بحوش يا خالد، عريس جديد. ايوه نازل. بسم الله، احلى تحيه للعفريت اللي نازل. يا راجل انت بيتك بتحضروا فرح بلدي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ امسك يا زورت. ايوه ايوه. بسم الله. هيفرفر تاني؟ طلع له؟ لا هو جاي لي مستقبله. طب وانت تتفرفر له ليه لما هو جاي؟ استنى يا قاعد في بيتك. بسم الله. خالد نعم. هات البت الصغيره الاموره. تعالى يا مريم. لا لا انا خالص. ضحي انا. ايه يا جماعه؟ ضحي. ايه يا جماعه؟ قال لكم الصغيره الاموره، ما انا واقفه اهو. ارجعي لاحبسك. يلا تحبسني ايه؟ نط من البوكس. ايوه. ما تغوروا في ده، يقعدوا في اي حته يعني. مين دول؟ روح فين؟ اسكت انت، انا بتكلم لمصلحتك. انت ايه جاي تطلع؟ دور يا راجل انت. يا باشمهندس عاوزنا نمشي. يلا يلا. ماشي يا عم. انت جاي تطلع عفريت ولا تقرا فاتحه يا باشمهندس؟ عشان ابقى فاهم بس. لا بس يا جماعه عشان جاي. ايوه ايوه. بتخافي؟ اه بخاف. بسم الله ما شاء الله. ايه ايه؟ امسك. انا خافي ايه يا باشمهندس؟ ايه ايه بتخافي؟ بسم الله. ايه اللي بتعمله ده؟ خاف على البنت، حصنها. خاف على البنت. وكيل بعد اذنك يا وكيل، عدي يومك يا باشمهندس. بص قدام. بص قدام. ايوه. بسم الله. احضر عليها واوعى تاذيها، دي في حمايتي. بلاش انت. ليه؟ مش مستريح لك، مش مستريح. استنى. بص يا ماما قدام. ايوه. ايه ده؟ انت بتقلب ايه؟ هعيدها تاني كده. يا ست ما تنطقيش. بتعوص ايدك. وايدك في سم. شايفة حاجة؟ لا مش شايفة حاجة. الأسياد عمتها. يا عيني. عمت ايه؟ عمت ايه يا ابن الكذاب انت؟ انت اللي خدت. مش انت اللي مغبي عينيها بإيدك؟ يلا يا موهوم. ما مرت على حس إيدك. يلا يا موهوم. موهوم. بص يا بنت قدامك. كذاب قوي. هاتي إيدك. تشتمي راجل قد أبوكي. اه. بس خليه يصير. شدي إيدك. أهو. مالك؟ مش قادرة. سماعي عيلتك. مالك؟ مش قادرة. الأسياد شلتها، دي صغننة. دي صغننة ايه؟ زعلان علينا. انت عندك كام وجه؟ النين. كفاية واحدة. النبي يا حاج، ده شغلي انا فاهم فيه اكتر منك. تعالي. ايوه احضر عليها من اهل البيت. الاسم باريم. لا مريم. انا عارف انت ببلدهم باريم، سافرتي هناك انت؟ ليه مسكومين كلهم؟ يتنيلوا. بص قدام. ايوه. سن فوق العشرين، الطول تحت الارض. بلاش انت، انا مش باين من الارض، خليها على الله. التعبان بيرزق في الشجره. ايوه. لا يلا بقى ما تقرفناش، دور عليها هتلاقيها. هي قليله سفيفه لا ترى بالعين المجرده. ليه يا ابعد. احسن احسن، لا ترى بالعين المجرده. يراها اي كفيف. ايه سقفوا عليه؟ سقفوا معاه. لا يا باشمهندس. ايوه الصوت جاي من فوق يا حاج. فين يا اخ؟ تقريبا بتوع الصيانه. مبروك. صيانه ايه يا كاب؟ ايه يا ايه ده؟ ايه وانت الدهيه؟ اشتغل. احضر عليه واوعى تاذيه، انا في حمايته. ايوه من اهل البيت، من اعمده الفيلا. تربى وترعرع في غابات السافانا، يتغذى على الطائرات المخطوفه. انت بتتكلم بجد؟ ايه اللي حصل؟ ارجع ورا. انا ارجع ورا بسرعه. هم عايزين ياخدوني تاني؟ لا مش انت كده يا بوزك. ايوه قول لهم الشكر والذبيحه عندي. مش انتي جدايا؟ وعي شويه، خد رزقك.
مش انت. احدفها سكرو. انا مالي. ايوه هاتوا الحله. هاتوا له الحله كلكم. روحي وانا كمان. يلا حاضر. بكره الساعه 6. ايه 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 ده الراجل ده. الراجل ده ايه ده؟ ايه ده يا اخي ده؟ الرطيس احنا. ايه وانا حصل؟ ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. روح هات الحل. ما احنا جبناها. ثاني ما الحله ايه؟ روحوا ودوها وهاتوها. ترنا بيه حكم الاسياد. روحوا هاتوها. اسياد مين؟ روح. تعالى يا عم الدافع. روح هات الحل. انت الست. روح معانا. ما تروحيش تجيب الحل. ايه تيجي معانا؟ خدها. يلا يبقى هاتيها بكره الساعه 6. ده الراجل ده حلو زيك. هاتوا الحله. ده بيحترمنا عيب. ده شويه فانتازيه اللي كان فيه حاجات فانتزية. خفت عليكم تشوفوها. لا ما تخافش عليا عيب. احترمني عشان انا غبي. حاضر. مش كسب شو واقف جنبك انا. بسم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير. ايه ده؟ عفرته هنا؟ اه استوى. هو عنب ابعد. عفرته معانا يا حاج. هنا؟ ايوه. متاكد؟ ايوه. يا ابو جنيه وربع يا معفن. مش عايزين نبدا بالشر. ايوه بسم الله. يلا يا ابني زي زمان. يلا. لا تاذينا ولا ناذيك. الله 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 الله. انت فين انت؟ ايوه ايوه. لا تاذينا ولا ناذيك. الله الله. عودوني عودوني. ده فين؟ وانا بحضر عمرو دياب. اوف. ايوه ايوه. يلا يا عفروتو يا حاج. نعم. عفروتو هيدخل في جسمي انا. طيب هنعمل له دقه زار هطرده من جسمي. طب ما تخليه في جسمك. هو انا مش بني ادم ليه؟ حرام عليك. بسم الله. يلا يا عفروتو. يلا ادخل في جسمي. ادخل من الركب. ركب؟ ايوه على اساس انها اقرب حاجه مش. يلا كلنا ركبنا مع بعض يا اهل الخير. ايوه يلا نق يا بابا. ركب كتير قدامك. اتنين حريمي وتلاتة رجالي وتنين. فعلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه فرفر بقى تنازل جوه. يا ناس ابوس ايديك. ايه ايه بتعمل ايه؟ بيعجبني قوي. بصي ارجعي بقى بجدايه في خدك. يلا يا ابني جاهزين؟ جاهزين؟ ايوه. بسم الله الله اكبر. عفريت مجنون وههد الكون ولا 100 مليون يتحدوني. لا تقول جاكي شان وحبيب بقى.